وهذه اش غادي نقول لك، راه المشاركه ديالي 10 مرات ولا يعني انا كيف تنقولها دائما، انا ولد الدار والاتصالات المغرب. تقريبا سنويا كتكون عندي السعيديه المضيق، وانا بالنسبه لي اتصالات المغرب يعني ولا بحال واحد التقليد سنوي بالنسبه لنا حنا الفنانين. كنتلاقاو مع الجمهور ديالنا، كنعاودوا كنرفهوا عليهم، هما حتى هما تيرفهوا علينا، كيعطيونا الطاقه الايجابيه، كنعطيهم الطاقه الايجابيه. يعني كيف قلت لك ولا تقليد سنوي بالنسبه لنا حنا الفنانين، انا نتلاقاو بالجمهور ديالنا المغربي من خلال مهرجان الشواطئ اتصالات المغرب. فانا ديما كنكون فرحان وسعيد ان السعيديه مدينتي، السعيديه هي اللي خرجت منها عندي كلارين بغيك، هي اللي خرجت منها روحوا ليها وعيروها. يعني حتى انه بزاف ديال الناس في المغرب ولا كيحسب لهم انا وجدي، انا من وجده، كثرت من الاصدقاء ديالي من وجده، السعيديه بنيدرار احفير. ف انا في مدينتي، الشيء الموسيقي اللي كنرتاح له هو الراي، لانه الراي كنحس به بحال كيعطيني جناوح، يعني كنغني بقلب مفتوح، كنغني لواحد الشريحه كبيره من الجمهور المغربي اللي هي الشباب. الراي هو اللي زاد عرفني على، يعني زاد خلى سميتي تنتشر ربما اكثر. وهشام خاطير هذاك خويا، هذاك خويا، ويعني نقدر نقول لك هذاك هو الاب الروحي ديالي، راه هو اللي حببني في الراي، وهو اللي درت معاه اول تجربه ديال الراي وخدينا بها جائزه احسن اغنيه ديال الراي. هشام خاطر ما كيجمعنيش به الفن، يعني هشام خاطر كيجمعني به الاخوه، الصحبه، حتى انسانيا قريب ليا بزاف، العائله ديالو، الوالدين ديالو، الوالدين ديالي، يعني كان عائله، انا وياه عائله. شي عمل فني مستقبلا معاه؟ جاي قريب ان شاء الله، ومن من غدا غنبداو في الاستوديو، من غدا ان شاء الله، من غدا ان شاء الله. اليوم شوفوا شي ديو مع الشباب. ما كرهناش، هو دائما تيقول لي خصنا نعاودوا التجربه، وانا انا ما كرهتش نعاودها، علاش لا، نقدروا تكون مفاجاه. لا علاش لا، ما فكرتش دير شي ديو مع الداوديه؟ زينة الداوديه ما كتبش، ما زعما ما جابتش فرصه انني نتلاقى بها ونهضروا ونشوفوا، لانه باش دير ديو مع شي فنان كيخص تكون الافكار ديالكم متقاربه وتكون قريب له انسانيا، صديق ديالك. فان شاء الله علاش لا، من القدام الى جابتها الوقت علاش لا. ديالي هو اغنيه راي، ذاك الراي ديال المشيخه، الراي الحقيقي، وايضا اغنيه راي شبابيه،
واغنيه ثالثه اللي غتكون رومانتيك بحال داك السيل اللي تعودوا عليا به الناس بحال ديك لارين بغيك والاغاني اللي فيها احساس وفيها رومانسيه وان شاء الله لا يحشمنا يا ربي يقيسوا الناس ويا ربي يقيسوا المغاربه كاملين وينجحوا ليهم نديك لارين بغيكم ونموت عليكم. هذه اهداء خاص الاتصالات المغرب والجمهور ديال اتصالات المغرب والناس اللي كيبغيونا غنقول لهم ونديكلاري ونقول لك نبغيك شرف صاري عمري فيا وفيك تمنيت قلبي يكون بين يديك.